يا مساء الهنا والرضا والسعادة على كل مشاهدين قناة اي تي سي في كل مكان. حلقة جديدة ويوم جديد من برنامجكم انتي. كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير، مش بس عشان احنا لسه في بدايات شهر رمضان الكريم، شهر الخير والكرم والبركات، لا علشان كمان النهاردة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة واللي بتوافق 10 رمضان، كانت 6 أكتوبر ميلاديا و10 رمضان هجريا. في اليوم ده قدر الجيش المصري انه ينتصر على العدو الاسرائيلي ويحطم اسطوره الجيش الاسرائيلي، الجيش الذي لا يقهر. وفي 10 رمضان الساعه 2 الظهر عبر الجيش المصري خط القناه، خط بارليف، اللي قدر يحطمه ودهش العالم كله بتحطيم او هد خط بارليف. بدات الحرب اللي فعلا كانت خير رد على الكل، وكانت انتصار عظيم للجيش المصري اللي قدر يسترد أرضه وكرامته. وذكرى انتصارات أكتوبر خلدها التاريخ كواحدة من أكبر الانتصارات اللي تمت في العصر الحديث، وفعلا هي مصدر فخر كبير جدا جدا لكل واحد فينا، لكل من يحمل الجنسية المصرية، بجد فخر كبير قوي. الذكرى العظيمة ذكرى انتصارات أكتوبر بنقف قدامها كل مرة وبنشوف من خلالها شجاعة الجيش، حجم التضحيات اللي قدمها الجيش في سبيل وطنه واللي قدمها كل مصري في الوقت ده في سبيل اننا نسترد ارضنا. وكالعاده المراه المصريه كان ليها دور كبير وعظيم في انتصارات اكتوبر. محدش ابدا يقدر ينكر دور المراه المصريه في انتصارات اكتوبر اللي اتحملت كتير، سواء مثلا في فتره حرب اكتوبر او قبلها او بعدها، كانت بتقدم ابنها وزوجها وأخوها للدفاع عن الوطن وبتشجعهم بمنتهى الثبات. ما عندهاش بقى خايفة عليهم، لا ما تروحش، لا روحوا ودافعوا عن بلدكم، انزلوا وتدعي، وقلبها معاهم فعلا، تبقى قلبها زي ما بيقولوا الواحد بيبقى شايل قلبه على كفه، هي قلبها يا ريته في كفها، ده في كفوفهم، هم بيروحوا وقلبها معاهم. كانت شريك مهم في النصر. شفنا فدائيات ستات، فدائيات وبنات فدائيات حملوا السلاح وشاركوا في نقل الأسلحة. شفنا المتطوعات اللي كانوا على خط النار. وكانت المرأة المصرية هي الجندي المجهول. وخليني أقول لكم على بعض النماذج اللي شفناها أثناء الحرب العظيمة المجيدة، حرب أكتوبر. طبعا من النماذج دي الطبيبات والممرضات والفنانين، بس الطبيبات والممرضات اشهرهم، من اشهر الممرضات كانت اصلاح محمد علي. اصلاح محمد علي هي من اشهر الممرضات خلال الحرب، وكانت من ضمن طاقم بيعمل في مستشفى السويس الميداني. كانوا بيشتغلوا 24 ساعه من غير راحه. ساهمت مع زمايلها في انقاذ عدد كبير من الجرحى. وكمان عندنا أمال وحيد اللي كانت ممرضة في مستشفى الزقازيق وقت حرب أكتوبر، وكانت وقتها لسه يدوب طالبة عندها 16 سنة، وفضلت مع زمايلها في المستشفى 3 شهور من غير ولا أجازات ولا راحة. كمان الدكتورة ليلى عبد المولى اللي كانت وقت الحرب ملازم أول ومسؤولة عن التمريض في مستشفى غمرة العسكري، وكانت بتشتغل مع الفريق من غير، بتشتغل مع الفريق كله من غير أجازات ومن غير أي راحة، من غير أي شكوى. وكان كل هدفهم كسيدات سواء ممرضات أو دكتورة إن هم ينقذوا الجرحى. إحنا معانا على التليفون العميد ليلى عبد المولى، العميد الدكتورة ليلى عبد المولى، الأستاذ بالأكاديمية الطبية العسكرية وإحدى المشاركات في حرب أكتوبر. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. وسهلا بالمستمعين والمشاهدين. اهلا بحضرتك، كل سنه وحضرتك بالف خير وسعاده وذكرى جميله جدا، ذكرى العاشر من رمضان. احنا وانتوا والشعب المصري والجيش المصري خاصه. طبعا طبعا يا فندم. بخير وصحه وسعاده يا رب وامان. امين يا رب امين. في البدايه يا فندم قولي لنا ذكرى العاشر من رمضان بتمثل لحضرتك ايه، خصوصا انك شاركتي في النصر ده؟ انا الحقيقه ذكرى العاشر من رمضان ذكرى يعني محفورة في كل خلية من جسمي وعقلي. طبعا. لا تمحى بمرور الأيام. ذكرى العشر من رمضان ده جات لنا بعد ظلام دامس لسنين طويلة. جالنا نور الفجر
واشرقت الشمس، صح، وكان يوم في منتهى السعاده ان احنا قهرنا العدو في اول 6 ساعات. مظبوط. حضرتك كنتي ملازم اول وقت النصر، كلمينا اكتر عن الفتره دي وازاي استقبلتي خبر العبور، والمنظر كان عامل ازاي حواليكم، الناس كانت احساسها عامل ازاي؟ أنا كنت ملازم أول، كنت لسه خريجة جديدة من كلية التمريض، وخدنا التدريب العسكري اللي بيأهلنا بيعرفنا بما هي القوات المسلحة، وبيعرفنا إزاي ندافع عن نفسنا، وبعدين دخلنا المستشفيات. جميل. متحمسين جدا، كنت فخورة فخورة قوي قوي أن أنا فرد من أفراد القوات المسلحة، كنت في السن ده، طبعا. وكنا كان نفسي أن أشوف حاجة جميلة لبلدنا، وكان اللي هو العبور. طبعا. فعايزه اقول لحضرتك احنا كنا قاعدين بنشتغل ليل ونهار، لما جالنا الخبر لا تتخيلي قمه السعاده لا توصف، يعني يعجز عن وصفها اللسان وقتها. صح. لان احنا كنا فعلا منكسرين قوي، والوقت انتصرنا، فتخيلي انك جايه من الظلام الدامس للشمس الساطعه. فتخيلي بالظبط. تبقى الاحساس والشعور واحساس ازاي. بالفخر، احساس ان الواحد روحه اتردت له، ان الامل اهو حرب اللي احنا العزة كنا والكرامة. متمسكين بيه. بالظبط. الامل هو اللي كنا متمسكين بيه واللي كنا موعودين بيه، يمكن على مدار 3 سنين كان الرئيس سلام. السادات، بالظبط 3 سنين، كل سنه نقول هنعبر، لا ما بنعبرش، هنحارب، لا ما بنحاربش، لحد ما جت لحظه النصر العظيم. كانت لحظة يعني مش قادرة أي حد، والوصف ما نقدرش نوصفها بصراحة. حضرتك استمرتي قد ايه في الفتره دي في يعني هما بيسموها شفتات او النوبات، حضرتك استمرتي قد ايه في الفتره دي من بعد ما قامت الحرب وتم العبور؟ قعدتي قد ايه بقى هناك في المستشفى؟ قعدتي قد ايه مع الطاقم، مع الطبي من لا غير قعدنا قد اجازه؟ ايه في السنين يعني ولا لا لا في لا، من غير اجازه، يعني بمجرد ما اعلنوا ان الحرب قامت وان احنا بدانا نعبر من يوم 6 اكتوبر، من يوم العاشر من رمضان، خدتي امتى اجازه بقى بعدها؟ امتى نزلتي بقى تاني تروحي بيتك؟ لا، ما انا هقول لحضرتك على حاجه. احنا اول ما ارتحلنا التحقنا بالقوات المسلحه، كان واضح ان التعزيزات قويه، لان احنا التحقنا في وقت صغير، قامت الحرب ايام مش كتير يعني. فما يعني ده كنت حضرتك عندنا التحقتي وعلى طول النصر حصل. الحمد لله. فما كانش عندنا اجازات ولا جمعه، الناس رايحه تعيد، احنا رايحين الشغل، الناس نازله الجمعه اجازه، احنا رايحين الشغل. قعدنا فتره ما يقرب من شهرين، بعد كده خلاص الدنيا بدات تستقر وبقت افضل كتير يعني، بقينا ناخد الجمعه بس اجازه. كلميني عن دور حضرتك ودور الممرضات، مش بس في انكم تطببوا الجرحى، كمان التخفيف النفسي على الجنود اللي كانوا مصابين. احكي لي اكتر، كان المنظر كان عامل ازاي؟ دور حضرتك ودور الممرضات كان عامل ازاي؟ لا، هو قبل ما احكي لحضرتك الدور بتاعنا وازاي نجح، احكي لحضرتك على حاجتين في منتهى الاهميه. يا ريت يا فندم، اتفضلي. الشعب المصري كان الام الحنون لينا، الشعب كله طبعا بتلاحمه، وكان الاب الحامي لينا، كان دفعه قويه جدا جدا من تلاحم الشعب المصري معانا. يعني عايز اقول لك كانت مستشفى غامره، كانت في مكان الى حد ما شعبي. عايز اقول لحضرتك ان كل بيت كان مفضي ثلاجته عشان يجيب لنا الثلج، لان ما كانش فيه ايس ميكر. كانت كل الناس متعاونه معانا، كنا نركب الاتوبيس الناس كانت قاعده مرعيانا. عايز اقول لحضرتك كنا حاسين بالفخر في ان احنا ابناء هذا الوطن. طبعا. واكيد كانوا بيبعتوا فطار للمستشفى وسحور لا، ما كانوش بيبعتوا اكل، لان القوات المسلحه حقيقه التجهيز عندها عالي، عظيم عظيم طبعا، عندها اكتفاء جام شديد، المستلزمات كلها كانت بوفره، التنظيم كان فائق الحدود، التخطيط اللي كان موضوع كان معمول حساب كل شيء، كل حاجه كل حاجه، وان كل الضربه دي تبقى في القيادات رمضان العليا وكل ده. القيادات العليا كان التنظيم عندها عالي عالي، ما احتاجناش اي شيء من بره، لكن العروض هي اللي كانت بتجيلنا، لكن الحمد لله كان عندنا اكتفاء ذاتي من كل حاجه. ما شاء الله ما شاء الله. دور حضراتكم بقى في التخفيف عن وبعدين هقول المصابين. لحضرتك على حاجه كمان من ضمن الحاجات، يعني كان ساعات يجي ناس للزيارات للمستشفى، الناس بتيجي الجرح جاي من كافه المحافظات. فمثلا جاي حد في اي بي زي الله يرحمها السيده جان السادات مثلا، جت لقيت الناس واقفه، فكانوا مانعين دخول الناس. قالت لهم واقفين ليه؟ وقام قالوا لها سيادتك تدخل، قالت لا هم يدخلوا قبل مني. كانت طبعا حاسه بالامان في وسطيهم، وكانت حاسه ان الشعب كان بيحبهم. اهلها، صح طبعا طبعا. فهي يعني الدفعه بتاعتها كانت هو
شعبنا، بلدنا، شعب مصر. طب ايه اصعب الموقف، يعني اصعب موقف حضرتك مريتي بيه في خلال هذه المرحله، مرحله ما بعد العبور الثلاث شهور؟ اصعب موقف قابلني ووجع قلبي اجرام اسرائيل، اجرامها المتعمد في انها تضرب الجرحى. يعني جالنا اشاره في ليله ان جاي لنا اتوبيس جرحى، راحوا ضربوه، احنا بعد ما قعدنا نستعد ضربوا الجرحى، فجروا الاتوبيس. قمه الاجرام اللي في الدنيا. طبعا طبعا. الاجرام الثاني كمان ان كان يجي لنا الجرحى. عايزه اقول لحضرتك ان اسرائيل دي حربتنا بكل الاسلحه المحرمه. لكن بفضل الله تعالى سحقناها، لان في جيش قوي وراه شعب قوي ومساند. أنا وتنظيم فائق الحدود. طبعا طبعا. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. العميد ليلى عبد المولى، الاستاذ بالاكاديميه الطبيه العسكريه واحدى المشاركات بحرب اكتوبر المجيده، وكل سنه وحضرتك سعيده ويا رب دايما معانا، وكل سنه في الذكرى السعيده دي نكلم حضرتك ونكلم كل من كان ليه دور في هذا النصر العظيم، حتى لو كان دور صغنن قد كده. بجد احنا بنحتفي بكل الناس اللي في وسطينا واللي عايشين معانا دلوقتي واللي كان ليهم دور صغير في هذا النصر العظيم. شكرا لحضرتك. عندنا كمان السيدة جيهان السادات، كان ليها دور كبير جدا من خلال الزيارات اللي كانت بتقوم بيها من وقت للتاني تطمن فيها على الجرحى والمصابين اللي اتصابوا في الحرب المجيدة، حرب اكتوبر المجيدة، وكمان عشان ترفع من روحهم المعنوية، ورفع الروح المعنوية للجيش ده كانت حاجة مهمة جدا جدا في الفترة دي. ومن خلال الزيارات دي كانت السيدة جيهان السادات بتقدر تقدم الدعم ده. كمان فنانات بقى مصر العظيمات اللي كان ليهم دور كبير وعظيم في حرب اكتوبر، يعني شفنا بعض الفنانات اشتغلوا في التمريض، مش الفن، في التمريض، وفي وقت الحرب كان بالنسبه لهم دي حاجه مهمه جدا، زي الفنانه مثلا فاتن حمامه، الفنانه ديا لطفي، الفنانه تحيه كاريوكا، ميرفت امين، كتير. وكمان كانوا بيزوروا الجيش ويحاولوا ان هم يخففوا عنهم ويرفعوا من روحهم المعنويه. وفي بعض الفنانات كمان زي السيده العظيمه ام كلثوم كانت بتعمل حفلات وتتبرع بالفلوس لصالح الجيش المصري. خلينا نعرف اكتر عن دور الفنانات في حرب اكتوبر المجيده. معانا على التليفون المؤرخ الفني محمد شوقي. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ محمد. اهلا بحضرتك وبكل الساده المشاهدين، وكل سنه وحضرتك طيبه. كل سنه وحضرتك بالف خير يا رب. وطبعا يعني احتفالنا بالعاشر من رمضان ده احتفال عظيم جدا، وخاصه طبعا. ان زي ما حضرتك قلتي دور الفن كان دور مؤثر جدا جدا جدا. كلمنا اكتر بقى عن دور الفنانات في انتصارات اكتوبر وروحهم الوطنيه اللي كانت عاليه جدا جدا في الوقت ده، ازاي ظهرت، ازاي برزت في الوقت ده؟ طبعا كان على راسهم السيده ام كلثوم. ام كلثوم اللي هي اكثر كان بمقام جندي مجند في المعركه، كانت كانها قائد كتيب، وده كان من بعد نكبه 67 وهي طافت
الكره الارضيه شمال ويمين، لانها جمعت اكثر من 3 مليون جنيه في ذلك الوقت، كلها راحت لتسليح الجيش المصري. وتم تكريمها من الرئيس محمد انور السادات وقتها بعد حرب 73 كما لو كاحد المشاركين في الحرب مع المحاربين ومع المحاربين. طب لو كانت جندي مجند بالضبط وقفت معاهم في صف واحد مع قاده وضباط وجنود حرب اكتوبر. ودي لفته ظريفه جدا ما حصلتش في التاريخ يعني. طبعا. طب ازاي الفن وثق ذكرى انتصارات اكتوبر ودور المراه المصريه فيها؟ طبعا الفن من خلال اهم الافلام الرصاصه لا تزال في جيبي محمود ياسين، العمر لحظه لمجد الصباحي، حتى اخر العمر لنجوى ابراهيم ومحمود عبد العزيز، والوفاء العظيم ايضا محمود ياسين ونجلاء فتحي وفيلم ابناء الصمت. طبعا كانت السينما، كانت ميزه هذه الافلام انها كانت عقب الحدث مباشره، يعني كان اكتوبر في اجواء اكتوبر، فتلاقي الفيلم كده او العمل الفني ده تلاقيه يعني بيعبر عن الوضع الحالي، الاحاسيس، المشاعر، الاجواء، فكان سابق قوي قوي يعني، كان جوه كل بيت مصري بالظبط، يعني نفس احاسيس النصر موجوده في قلوبنا ولامس المشاعر اللي هي لسه طازه جوانا، احساس زي ما حضرتك قلت كده، احساس النصر، احساس العز، احساس الكرامه، ولما بيجيب الفتره اللي هي ما قبل الحرب والتخطيط للقيام بالضربه الجويه او الضربه حصلت في يوم 6 اكتوبر، كل الكلام ده الناس غالبا اعتقد ان وقتها كانت الناس بتتفرج وهي متشوقه وهي في نفس الوقت هي عايشه الاحداث، بس زي ما احنا دلوقتي بنتفرج على الاختيار، لما كنا بنشوف لما دايما بنشوف اجزاء الاختيار، نفس الاحساس، هي نفس الاحداث اللي كنا بنعيشها وشايفينها بتحصل قدامنا تاني او بتتعاد تاني عن طريق الفن. بالظبط ده ما حضرتك قلتي، هو لما يكون الحدث العمل الفني مواكب ومواكب للحدث مباشرة، ده بيبقى ميزة كبيرة جدا. بالظبط، لأنك أنت بتتفرجي دلوقتي على الفيلم ده بتحسي بأنك جوه المعركة، لأن إحساس الممثل والكاتب والمخرج وصناع العمل إحساس وصل لي أنا بعد أكتر من 50 سنة حرب أكتوبر. صح، هي فعلا الفنانة ماجدة الصباحي هي اللي أنتجت فيلم العمر لحظة. بالضبط، انتجته هي ماجده الصباحي، دي فنانه كبيره مش بس عمر لحظه، انتجت افلام عظيمه لا ما يستطيعش يعني منتج يقوم بيها، يعني انتجت افلام دينيه وافلام اجتماعيه، انتجت افلام مهمه جدا طبعا في تاريخ. الو، ايوه حضرتك سامعني؟ ايوه مع حضرتك. والى جانب ان الفنانه الكبيره ماجده كان لها اسهام كبير جدا في دعم السينما من خلال افلام قوميه وافلام وطنيه وافلام اجتماعيه ودينيه، وهي لها باع طويل، ده كان يمكن اخر فيلم سينمائي لها سنه 78، وغنت الاغنيه الايقونه يا بلادي يا بلادي انا بحبك يا بلادي. طبعا. بتشوف ازاي تاثير الاعمال دي على الاجيال الجديده اللي ما حضرتش حرب اكتوبر، اللي ما تعرفش الروح كانت عامله ازاي وقتها، وروح الانتظار وروح العبور وروح النصر، اللي ما حضرش الاحساس ده، بتشوف ازاي الاعمال الفنيه دي اثرت فيه؟ من خلال هذه الاعمال احنا يمكن ما حضرناش حرب اكتوبر، لكن هذه الاعمال خلتنا نعيش حرب اكتوبر. مظبوط، لان زي ما قلت لحضرتك معموله بحب، معموله باخلاص، معموله قد ايه بشكل مبهج، بشكل يعني مبهج وفي نفس الوقت مؤثر. ودايما كان بيقولوا يعني بيعملوا الفيلم الاول بيشوفوا ما قبل نص اكتوبر والاسباب اللي دعت لاكتوبر، وبعد كده وبعد نص اكتوبر الدنيا بقت شكلها ازاي، وده مهم جدا في شحذ الهمم واحساسنا بقيمه بلدنا وايماننا بالقضيه، قضيتنا لان احنا اصحاب حقها. مظبوط مظبوط. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا جزيلا المؤرخ الفني محمد شوقي، بشكرك جدا جدا على مداخلتك معانا، كل سنه وحضرتك بالف خير وسعاده يا رب. وطبعا عايزه اقول لكم كلكم كل سنه وانتم طيبين تاني، اولا بمناسبه رمضان، ثانيا بمناسبه ذكرى العاشر من رمضان، الذكرى العظيمه اللي كلنا بنفرح فيها وبنحس بالفخر، بيتجدد جوانا احساس الفخر من سنه لسنه، حتى لو ما حضرناش الاعمال الفنيه خلتنا حاسين ان احنا حاضرين كل حاجه، اهلنا، التاريخ اللي بيتحكي لنا، كل ده محسسنا ان احنا ولاد الناس العظيمه دي، احنا ولاد الجنود الاقوياء دول، الاسود اللي جابوا ارضهم وحق الناس اللي كانوا اتظلموا قبل انتصارات حرب اكتوبر.
النهارده عندنا ايه؟ النهارده معانا فقره مع مصممه الازياء هبه ادريس، واللي هنتكلم معاها عن ازياء ولبس رمضان، ايه المفضل ان احنا نلبسه في رمضان وايه اللي مش مفضل ان احنا نلبسه في الوقت ده، ازاي نختار اللبس في رمضان لو عندنا عزومات، لو رايحين فطار، لو رايحين سحور، على حسب المكان اللي احنا كمان هنكون فيه. هتكلمنا كمان عن اساسيات اختيار الازياء المناسبه لينا بشكل عام من ناحيه التصميم وكمان الماتيريال او الخامه. خليكم معانا، نطلع لفاصل سريع ونرجع نبدا معاكم فقراتنا، يلا بينا. معانا بقى دلوقتي فقرة مميزة هنعرف فيها ازاي نختار ستايل اللبس المناسب لينا في رمضان، وايه هو الستايل المفضل اللي المفروض يليق علينا او على كل واحدة فينا، وكمان ايه الستايل اللي نبعد عنه تماما، وكمان المهم بقى الاساسيات اللي ناخد بالنا منها، وايه الالوان اللي هتكون موضه السنه دي. منورنا في الاستوديو مصممه الازياء هبه ادريس، اهلا وسهلا بيكي يا هبه، منوراني. كل سنه وانت طيبه ورمضان كريم عليكي يا حبيبتي. انت بألف خير وينعاد على الجميع يا رب، كل الخير رب والبركه يا رب. يا رب يا رب. في البدايه خليني اسالك، ايه هو الستايل المناسب لرمضان والستايل الموضه في رمضان ده؟ طبعا بتعتمد على حسب انت صاحبه العزومه ولا انت معزومه، يعني لو تكوني انت صاحبه العزومه اكيد لازم يكون اشي ملموم شوي، ما فيش كمام طويل علشان بتضايفي بتتحركي بتسلمي، فلازم تكوني حركتك سهله، فهذا بالنسبه لصاحبه العزومه. لكن لو حدا معزوم طبعا بيلبسوا العبايات باشكالها المختلفه، بتتانق طبعا الستات بالوان مختلفه، كل واحد حسب الرؤيه تبعته، يعني هو بس مش مستحب الكروب توب تحت الهدوم، يعني تحت العبايه يعني. كروب توب ما يبقاش طبعا يعني مش في رمضان يعني يا جماعه، كروب توب تحت ال اكيد تحت الملابس. طيب الالوان الموضه السنه دي برضو في موضه لبس رمضان، معاكي الوان زاهيه كتير الالوان السنه هذه، عندك الفوشي، عندك الاخضر، الازرق، التركواز، كتير كتير حلو، يعني في كتير الوان دارجه، بس كل واحد وراحته النفسيه، في ناس تحب الابيض بترتاح نفسيا في الابيض. طبعا يعني حته اختيار اللون هذه بتعتمد على انك كمان استهلكتي الوان كتير قبل هيك ولا لا، فبتكوني زهقتي فبتبداي تروحي على الالوان اللي مش موجوده او الالوان النادره عشان زهقتي لبستي كتير يعني. وفي ناس بتحب تلبس تضلها في المنطقه المريحه او الكومفورت زون بالنسبه لها، يعني اسود بقى، كحلي، أسود، بني، بالظبط بالظبط، حتى الابيض احيانا بيبقى كومفورت زون لبعض الشخصيات يعني. جميل. طب ازاي اختار ستايل اللبس في رمضان بالذات ليا بشكل صحيح على حسب جسمي وعلى حسب لون بشرتي؟ هي سواء في رمضان او في غير رمضان هو حلو انك دايما تكوني مرتاحه، اهم شيء تكوني مرتاحه شو ما كان طريقه لبسك، يعني في ناس بيرتاحوا بالكعب، في ناس بتقول لك لا انا ما بحبه ابدا انا بحب الفلات مثلا، في ناس بترتاح في الجيب ساك بتقدر تمشي فيها، في ناس ما بتعرف تلبسها ابدا، فشو ما بيريحك هو اللي بيكون دايما مناسب لك. اختيار الالوان سواء اخذتي من الموضه او لا، بتحبي تكوني ان في شخصيات بتكتسب جزء من ثقتها بنفسها انها تكون ظاهره بشيء معروف، من ماركه معروفه، من لون موضه، من شيء يعني احنا ما دخلنا هم كيف بيفكروا، لكن هم نمط من الناس، نمط طبعا سلوكي طبعا عند بعض الشخصيات بيستلهموا كمان هذا من البلوجرز والفنانات وكذا، هم بيحبوا يحسوا حالهم بالشكل هذا. هدول فئة بتحب تلبس بطريقة، الناس الواثقة من نفسها اللي ما بيهمهاش تلبس شبه مين ولا تكون زي مين ولا تكون لحالها، هدول فئة تانية، فهدول بيحبوا يلبسوا بطريقة مختلفة يعني. انت عارفة يا هبة من شوية لما قلتي بلاش كروب توب تحت العباية، والله عارفة عشان انا بس الصيام انا دماغي مقلوبة، انا قلت ايه اللي هو بيبقى من هنا، بس افتكرت لا الكروب توب ده اللي بيبقى من عند البطن صح؟ يعني مكشوف زيادة طبعا طبعا. لا يا جماعة لا يا جماعة بيصحش يعني، نعقل بس كده نهدى بس كده شوية، في رمضان كل لكل مقام مقال، مظبوط، مهما كان على فكرة، حتى كمان مهما كانت الديانة كل حاجة لازم نحترم اصولها وقوانينها يعني. صحيح، حلوة قوي. إذا بتنعزمي في كنيسة وفي فرح
اكيد لازم تبقي محترمه المكان اللي دخلتيه. بالظبط، وساعات بيلبسوا كده طبعا، حتى كمان الام العروسه والعروسه نفسها ساعات بيلبسوا كيب كده، ايوه بيلبسوا انا بعمل لهم تصميمات مخصوص كل كمان. مكان مقدس لاحترامه. صح مظبوط، في صح عيله كامله كانت بتعمل عندي، عملت لهم اغطيه للراس يفوتوا فيها في الكنيسه. الدونتيل ايوه صح، دونتيل وشيفون، تبقى بس اغطيه وافيه يعني، صح، وما إلهاش علاقة بالتدين، بس هي المهم باحترام باحترام الجو طبعا العام اللي احنا فيه، باحترام المكان اللي رايحينه، باحترام طبعا. الشهر انت في مكان بتعلو الكريم. فيه عن الغرائز يعني، المفروض انك انت حتى برمضان الواحد يقلل سهرات الاحتكاك حلو والعزومات ونشوف ناس. طب والكاتنج جينز بقى كويس، انا سالتك بقى في الموضوع ده، كاتنج جينز برضو يعني لا مش طبعا مش حلو يسكروه معانا طبعا، في لا لا طبعا، صح كل ربنا لما غضب على سيدنا آدم عراه، فلازم الناس تنتبه من النقط هذه، صح يعني ينتبهوا انه ما صحش. لا مهما صح كانت البنت صغيره، على فكره صح البنت بتعود على الحشمه من وهي صغيره. يعني ما نقولش مش مشكله عندها 10 سنين ولا 12 لا سنه تلبس براحتها وبتاع، لا تتعلم ان لكل وقت، يعني زي ما بيقولوا كل وقت ليه اذان، حتى ده مثل الله عندنا، ينور عليك، كل وقت ليه اللبس بتاعه وكل حاجه ليها احترامها. البنات الصغيره بتنشأ من وهي صح، عمرها مش عايزه اقول لك يمكن سنه، بتكون قاعده بتراقب الستات وبتلفت نظرها الست. صح يعني انا بتذكر وانا صغيره كان في شخصيات في عيلتي هيك ستات محببين لقلبي، لبسهم حلو شكلهم حلو، صح، مش وانا كمان بالجمال بقد ما كانت تهتم بحالها. يعني على راسهم امي مثلا كانت ست انيقه جدا، صح، ولا زالت، فانا دايما يعطيها ربنا العمر يخليها. والصحه، يعني انا دايما بحب اطلع عليها وبحب اطلع على الستات ما اللي شاء كانوا الله شبهها ما من شاء وانا الله. صغيره. لما الواحد كبر بيتاسى فيهم، صح، لكن انك تربي البنت صغيره، انا محجبه مثلا وبنتي بتلبس كتير كتير مكشوف من وهي صغيره، هتكبر هتكبر على على نفس كده. اللي استوعبت عليه. تقول لك انا متعوده ان انا ابقى حره، مش عايزه حاجه تخنقني، مش عايزك حقيقي تقفل عليا. حقيقي التربيه اساس في الموضوع، انك انت تكوني بتعطي صح للبنت انه جمالك ما لوش علاقه بكميه القلع. المكشوف. المكشوف طبعا مهم، انك تكوني حلوه باناقتك، صح، مش اناقه، شياكه، الوان احترام، حلوه. اخلاق، روح حلوه، الوان حلوه، ولعلمك ستايلات حلوه. اذا كانوا البنات بيكشفوا بيفكروا انه هذا حلو، الرجال كائن بزوق بيلقط اللون الحلو وبيلقط القصة الحلوة على فكرة، وبيطلعوا على الست المتناسقة. متناسقة ألوانها، متناسق لبسها. الرجال مش سهل على فكرة، بني آدم بيميز الذوق والجمال، وحساسين للجمال جدا طبعا. أوقات مش اوقات، هو في العموم حقيقي هم مش بيلفتوا العريان، يعني قد ما بيلفتوا اللون الحلو والقصه الحلوه، تخيلي، صح، او شياكه الست. والشياكه طبعا اناقه الست بتلفت الرجال كتير، صح، هم لو قصدي انهم بيشلحوا عشان هيك يعني بيحسوا ان هم لابسين عريان انه هذا ملفت. لا لا مش هذا الملفت، الملفت انك تبقي منضبطه. طب بما اننا بنتكلم في الموضوع ده، قولي للستات وللبنات ازاي تبقى شيك، ازاي تبقى انيقه، ازاي تبقى يعني نشوفها كده يقول دي سفيره، دي مش يعني مش حد كده وخلاص معدي، لا يعني الاناقه كده تبقى عنوانها ايا كان بقى المجتمع اللي رايحاه، تبقى محافظه على اناقتها دي ازاي، وكمان ايا كان عمرها. هذه شغل سؤال كتير كتير مهم وحلو على فكره، لانك لما بتحضري، انا مثلا بتكلم عن نفسي، لو حضرت لحدا من ليفل معين بحضر له فرح في الشارع، لازم البس من ستايلهم طبعا بيناسبني، بس اشي ما يبين انه كتير مش لايق على الايفنت. لما بحضر حفله للسفاره اكيد لازم البس اشي بيليق على الموضوع. أكيد. فالبنود تبعت الاناقه لها كذا بند، اولا الناس طبعا، انا راحتي اول اشي اكيد، الشغله الثانيه قيمتي انا شو بلبس، وعندي في دولابي من اول الجينز لغايه الجاكيت والفستان وهذا. ومش بتكلم عن هبه يعني، انا بتكلم عن نفسي كامراه، عن الست عن الست عموما. طبعا. ف يا اما اول شيء تاخذ طبعا المناسب لك اللي انت بترتاحي فيه. الشغله الثانيه تراعي انك رايحه تحضري لمين. في افراح في بعض الاماكن لازم تكون فستانك شوي مشغل، هم بيحبوا هيك. لو انت بتلبسي كتير سمبل ورحتي حضرتي بتباني انك كانك بتقللي منهم، هذا اتيكيت. لازم تاخدي بالك كتير انك ما تحضريش باشي تافه بالنسبه لهم. ايوه صح، تراعي نظرتهم، اعرف انا رايحه لمين وبيعجبهم ايه، واظبط ده مع ذوقي انا. الله ينور عليك. ومع اخلاقي انا. حلو كتير انك تراعي الناس اللي انت رايحه تحضري معهم. هذا جزء كتير كبير. طيب كيف ابين انيقه من وجهه نظري انا؟ لو ظهرت في اي مكان لازم اكون اراعي اللون والخطوط العامه.
اني ما احطش عناصر كتير جوه، خلينا نتكلم باختصار شديد وبتيسير على الناس، لانه انت لوحة فنية. لو تكلمنا عن التكوين فانت لازم تكويناتك تكون متناغمة، وما يكونش في تكوينات كتير وعناصر كتير جوه العمل الفني. الزحمة ما يبقاش زحمة، مظبوط. يكون في تناغم، تناسق مع بعضه. يعني مثلا البس جاكيت قصير، اكيد راح البس البنطلون يتناسب مع النوع هذا من الجاكيتات. يعني في ستايلات بنطلون هاي ويست، بنطلون القمر بتاعه عالي مثلا، جاكيت طويل بتناسب معه نوع بنطلونات بتناسب جسمي، في ناس لا جسمها ما بيناسبه النوع هذا من البنطلونات. طيب او جيبيت، حتى كل واحد له طريقه. يمكن لبس عبايه، فكل واحد له طريقه في اللبس، في اختيار لبسه. هي الاناقه مرتبطه بسعر الهدوم وماركتها، ولا مرتبطه بالذوق بس الحلو والتنسيق؟ الماركات بتعطيكي ايمج معين ماشي، وما بتعطي اناقه. بس ساعات الحاجه بتبقى لابسه ماركه على ماركه على ماركه، ومش حاجه ليها علاقه ببعض. صح طبعا طبعا. مش مظبوط. لكن هو عموما الماركه ما بتعطيكي اناقه، صح، هي بتعطيكي تيست. زي لوجو معين بلبسوه، الرجال بتلبس من ماركة معينة مثلا، الماركة هذه يعني شكل اللبس اللي بيلبسوه الرجال منها مش انا مش بحبه، انا كهبة ما برتاحش للشكل اللي بيبقى فيها ستريسز كتير، صح؟ يعني ما تفهميش هو رجال ولا هو شو، يعني ايه شكله غريب، شكله غريب، يعني ما مش معتز بنفسه هيك يعني. أيوة انا احب الست تكون لابسه حلو كانها ست، والرجال لابس مقدر ست والراجل راجل. طبعا صح طبعا صح. انما الملخبط هذا في النص بفهملوش. فالمهم انه الماركه هذه غاليه جدا 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 طبعا، وللاسف البزنس مان الكبار عندنا بتلاقيهم لابسين احيانا منها. يا ابني انت بتهين نفسك، يعني اللي انت لابسه هذا غلط. انت كحدا صاحب فلوس، معاك فلوس ومعاك شغل، المفروض انك ما تلبسش من النوع هذا. واجهه اجتماعيه، شخص واجهه اجتماعيه، محتاج ستايلست ساعتها يظبط له ده علشان يراجعوا رجال، يعني ما ينفعش يضلوا مكمل باللي هو فيه ده. هذه نقطه. النقطه الثانيه انك الماركه زي ما قلت لك بتعطيكي ايمج، هو مفكر حاله انه لمس من الماركه هذه ان انا غني. لكن لو لبس انيق، لا لبس صح بيبين رجال بيفهم، صح، فرق كتير كبير. انت ممكن تبقى شاسيه حلو من جوا فاضي، سواء ست او رجال، ما فيش مخ، بكلم مع واحد مش بيفهم، او ست ما بتفهمش اشي، بس احكي معها كلمتين بقوم. لكن غير انك تفهم واعي لنفسك شو بتلبس. صح. في حدا من في برنامج يعني بتنفستي يعني هو بيستثمر مع الناس اللي بتيجي تتكلم. الرجال مثلا كتير لبسه عاجبني، لبسه مميز. احد الناس اللي التحكيم اللي قاعدين، ما بعرف اسمه، ما بقدر اتذكر يعني، بس بديش اجيب اسم البرنامج، لكن هو كتير انيق، عجبني اختياره للبسه. ورجال كبير بالسن ولبسه لايق عليه، وتحسي انه انا اهم شيء انا اكون مرتاح وليذهب العالم الى الجحيم. مبسوطه عليه كتير. هذا كتير اختياراته، واثق من نفسه، مبين عليه اللبس، مش اني انا بس بعمل لبس حلو وشكلي حلو بلمع، لكن من جواتي هل انا هذا متناغم مع بعضي برا، لايق مع جوا، انا مكمل بعضي ولا لا. ممكن اكون بتكلم عن التجميل وانا في الاخر بشرب مياه غازيه، باكل غلط، ما بشربش مي، حطيت ميك اب كتير، بس انا من جواتي غلط. صح. هل انا انفع سفيره لهذا النوع؟ لا طبعا. لا. حقيقة عارضات الأزياء أو الستات اللي بيهتموا بحالهم فعلا، بيهتموا حقيقة بالتغذية وبيهتموا بالمية صح، ومش كل شيء من جوه الأول، وبعدين المكان اللي هنعرض عليه سواء معارضات أزياء، طبعا بيستخدموا البودي يعني أو أجسامهم علشان يلبسوا عليها الهدوم، يعرضوا بيها الهدوم. طيب إيه نوعية الخامات المحببة للجو الرمضاني، خاصة إحنا عندنا شوية يعني الدنيا شوية ساقعة اليومين دول، الدنيا في شوية ساقعة في شوية حر، مش مستقرة. حلو إنك تكوني لابسة قطن من تحت، وحطي عليه شو ما بدك من برا. قللوا الستانات شوي، قللوا الشيفونات اللي تحت. من برا حطي شيفون وستان مثل ما بدك. أنا بحب دايما الجسم ياخذ من خامة طبيعية. أنا لابسة ستان عشان شطورة. أنا قاعدة في البلاتو. لا ولابسة أكيد قطن تحت. طبعا. كتير حلو. واللونين كتير. بس يعني عشان أنا قاعدة اندور فمش هتعرض لحاجات كتير دلوقتي، يعني ستان الخامات البوليستر والشغلات هذه بتعرق. بتخلي الواحد ريحة جسمه غير، بتخلي صح. انت حتبقى في العزومة رمضان مهما كانت الدنيا برد، انت برضو قاعد وسط مجموعة بتحتاج تتحرك وبتتحرك تكون يعني لازم كمان تحسي بالجلد انه هو مرتاح، انه هو عليه خامة طبيعية، كتان، قطن، حرير طبيعي. حلو. كل واحد حسب امكانياته وحسب ما بيقدر يشوف. جميل. قلتي لو الست عازمة تلبس حاجة مريحة،
ولو الست معزومه تلبس براحتها مفيش مشكله. مش مشكله. طيب هل اللبس بتاع الفطار بيختلف عن اللبس بتاع السحور؟ لو انا معزومه على فطار غير ما انا معزومه على سحور؟ ولو انا عازمه على ده وانا عازمه على ده؟ لو انت عامله السحور في مكان مثلا وفي يعني في سهرات او في شيء من هالنوع، يعني اكيد ساعتها بتزودي شويه مجوهرات بالليل، يعني بتحسي انه تحسي سهره اكثر. هذا الشائع يعني. لكن اللي بيحب يلبس ما فيش مانع انك تبقي على الفطور ولابسه نفس الشيء، خاصه انك ممكن ما تكونيش بتحضري سحور. يعني تقلبي طريقه اللبس تخليها على الفطور براحتك، يعني ممكن هذا افيلبل كمان. جميل. هبه هستاذنك هنطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل معاكي كلامنا. فاصل سريع. لسه مكملين معاكم فقرتنا مع مصممة الأزياء الجميلة جدا والعزيزة على قلوبنا هبة إدريس، ولسه بنتكلم عن أزياء رمضان والموضة السنة دي بتكون عاملة إزاي. هبة عايزة أتكلم معاكي عن الحاجات بقى الستايلات، عايزين نشوف صور من الحاجات كمان اللي انتي مصمماها وتكلمينا عنها، نستخدمها إمتى، نلبس تحتيها إيه، نتعامل معاها إزاي نهار ولا ليل. خلينا نشوف كده معاكي الصور. أدي أول صورة معانا، واللون ده خطير وأنا بعشقه. الموف الوسطي اللي بين الغامق وبين الفاتح، يعني بنبسط الدنيا للجمهور، حرام علشان ما حدش يحس انه لون معقد يعني. لا جميل. هو لون هادي، لون بارد من الالوان اللي بنسميها الوان بارده، يعني ما فيهوش حمار. فبتحسي انك انت من ضمن بعض الخطوط الموضه، يعني تلبسي اللون هذا بتحسي باحساس مختلف، يعني انك انت لابسه شيء مختلف ومميز. حتى هو له زي كول من فوق مطرزه مشغوله بشكل بسيط. هذا كتير مناسب انه صاحبه العزومه تكون لابسته، تخيلي. لانه في استك عند الكم وما بتقدري تشمريه وقت اللي بدك، يعني الحته اللي احنا شايفينها من ايديها دي وهنا الاستك هنا وهو نازل علينا بالظبط. تقدر تحطي الاستك مطرح ما بدك وتتحركي على راحتك، لا هينزل في الاكل ولا هيضايقك وانت بتسلمي وتضايقك. جميل. وفي نفس الوقت مداري معظم الدراع برضه، يعني انا حددت الاستك حتى لو الاستك واصل لحد هنا بس ممكن يوصل هو. مظبوط. حلو كتير. واحنا بنشتغل واحنا بنعمل القطع انه نحن نراعي استخدام البني ادم، صح؟ مش بس اعمل قطعه حلوه، لا كمان لازم يكون مرتاح ولازم يكون لابسها وهو عمليه شويه جدا. مريحه وعمليه. طبعا. جميل. القطعه اللي بعد كده هتكون هذه عبايه مثلا لعروس مثلا حاضره عزومه جديده، تحفه، يعني عروس حاضره فلازم تكون مميزه. كمان المناسبات الخليجي والفطور الخليجي والشغلات اللي زي هذه بيحبوا كتير النوع هذا من الستايلات، وفي مصر ما شاء الله صاروا كتير كمان يطلعوا على هذه الشغلات. هو شبه كمان الملس الصعيدي شويه. الله ينور عليك. حلوه قوي. كحلي في بيج شطورة. ولا كحلي في جولد؟ كحلي في بيج شطوره. حلوه حلوه حلوه. انا بحب كتير اني استلهم برضو من الازياء المصريه التقليديه. حلو. احنا عندنا في التراث فعلا، صح؟ رائع. هذه مثلا هذه عبايه لحالها والها فولار بنلبس لوحده طويل من ورا. شيلي الفولار بتكون عبايه موف من تحت والها حزام. شيلي الحزام برضو بتقدر تلبسيها بكذا طريقه. حلوه دي وعمليه جدا. مظبوط. نقدر نغير من شكلها بكذا طريقه. بالظبط. هذه حرير طبيعي تفتا ديجرادي، القماش يعني من لون على لون، ديجرادي جوا الطبعه تبعت القماش، تدرجات الوان في نفس القماش. مظبوط. هي لونها كتير جريء وغريب، يعني مش اي حدا بيتفهمها، بس انه هي مختلف. اللي بيحب بقى يبقى مختلف، اللي يحب يلبس حاجه مزبوط ما حدش شافها قبل كده بتاع دي تحفه جدا بصراحه، حلوه قوي. مظبوط. وده هذه جاكيت ملبوس على فستان من تحت تفته، بتقدر اذا قاعده وسط ستات تشلح الجاكيت وتقعد من غيره. وطبعا لو العزومه مختلطه وفيها رجاله وهي حابه برضو تقعد مرتاحه بتقدر تلبسها وتبقى ظاهره فيها. تحفه جميله جدا. هون كمان هذه قماشه جاكال ولها داير ذهبي، لها بوردو من برا هيك ذهبي. ستايلات برضو جذابه شوي، يعني ممكن في ناس تحب الالوان الصارخه. انا مبسوطه كتير على الستات الفتره الماضيه صاروا يلبسوا الوان حلوه. بلاش نقلق من الالوان الفاقعه. لا بالعكس، عشان الالوان الفاقعه كانت الاول بتخلي طبعا بتسبب لفت الانتباه او لفت النظر، بس لما بقى كتير بيلبسوا الالوان القويه دي بقى باين احنا كمان بنتبارى. شيء حلو. حلو جميله. حلوه دي، ودي برضو حلوه جدا. هذا اقرب لفستان اكتر، يعني في ناس بتحضر المناسبات تبعتها في رمضان كمان فبتقدر تلبس فستان من هالنوع. حلوه قوي. هو جيرسي والفستان له كمام وكم من تحت. استل هو محافظ على الحشمه
وبنفس الوقت عملت ستايل مختلف. هو ميتاليك؟ ميتاليك اوكسيدي ميتاليك صح؟ مظبوط. وده ماشي جدا جدا ترندي اساسا معانا السنه دي، الميتاليك في كل حاجه من ماشي معانا من الصيف. صحيح. واللي ما بتقدر تلبسه كامل ممكن تاخده كلاتش، ممكن تاخده شوز، ممكن تاخده يعني شنطه صغيره او انه أو حزام أو شوز أو كده. يعني ممكن تدخليه بشكل ما، مش ضروري تلبسيه بالكلية يعني. يبقى كل اللي مش جريء عليه. ده الميتال. هون مثلا برضو فكرة العباية النصين، الروز والموف، كمان دخلنا اللونين مع بعض. جزء مطرز وجزء لأ. للناس اللي بتحب برضو تحس إنها طرزت شوي بس من غير ما ينملى كل شوي. هو ستايل ده سوداني شوية؟ لا هي خليجي اكتر. خليجي اكتر. هو طبعا السودانيين لبسهم رائع والوانهم كتير حلوه. هي عبايه صح؟ عبايه. انا حسيت ان هو عامل زي عشان بس عشان من بعيد شويه. بس خطيره والالوان تحفه. الروز والموف. وهي كمان ظهرها مقسوم اتنين كمان، معمول لونين. حلوين اللونين دول قوي. بيرفع على فكره اختيار لونين. هذا مثلا تايور ممكن تحضري فيه كمان بستايلات رمضان. النقش الجريئه هذه مع شكل الربن او الفيونكه من فوق بيعطي الاناقه، انها ست انيقه يعني. انا حاطه الفيونكه وربطت تربون او ربطت حجاب عادي او من غير حجاب، كله حلوين قوي. بيمشي معه حلو قوي. تناسب كل الاعمار الحاجات اللي احنا بنتفرج عليها. بتناسب كل المحجبه اللي من فوق ال 17 18 سنه وانتي طالعه. تمام. لانه طبعا البنات الصغار تلاقيهم لابسين بقى اوفر سايزد وبنطلونات باجي وشغلات هيك مختلفه في ستايلاتهم وغيره. ده برضو اللون الموف الجميل اللي احنا كان معانا من الاول. الموف هو في الكولكشن موجود بس مختلف اصلا. مختلف لون اساسي. ماشي. كمان مختلفه. هي قطن. هون الفستان هذا قطن وبنحط له بطانه او تنشال. حلو قوي. قطن 100%. جميله وشيك جدا. تسلمي. هذا حرير طبيعي. الطبعه بصدر الفستان. وهو له فتحه وبنطلون من تحته. ممكن واحده ما تلبسش البنطلون هذا، تلبسه جينز مثلا. ممكن يعني نغير في ستايل البنطلون. بالظبط. حلو. جميله قوي، شيك قوي. دي كانت الصور اللي معانا او الستايلز اللي احنا عايزين نتكلم عنها. البنت اللي بتبقى بقى تحت العشرين، او بلاش تحت العشرين، تحت الثلاثين، لسه مش محجبه وعايزه تلبس بقى كاردجن، عايز تلبس ده يعني الحاجات دي برضو ممكن تناسب معاها عادي جدا، خاصه جداً الحاجات اللي فيها الالوان. طبعا انيقه جدا. على فكره احنا في برضو نقطه، صاروا الستات من بعد من العشرينات مثلا لغايه الستين والسبعين بقى في ستايلات متشابهه جدا ورينج واسع من اللبس بيشملهم. انت ايه اكتر حاجه بتحرصي عليها في تصميماتك؟ انها لازم تكون موجوده التاتش بتاع هبه ادريس. انا بحب كتير التلبيس المريح. سواء لجاكيت، لو عملت لبس زي رياضي. خاصه ان انا بشتغل لمصانع كمان وبعمل لستايلات لرجالي كمان. جميل. طب انا مش رجال لكن بقدر احس الرجال شو بيحب. من خلال خبرتي في شغل كتير. فانا دايما بخدم اللي لابس انه يحس انه هو واللي لابسه في قمه الراحه. انه ما يوتره، ما يحسسه انه هو محتاج يعدل نفسه كل شوي. هذه نقاط شديده الاهميه. الرياضي كمان، الملابس الرياضيه اللي بعملها بتعلمني دايما اني انا اراعي احتياج الرياضي، والرياضي احتياجاته صعبه طبعا، سواء كان سباح او كان لاعب جمباز او كان العاب قوى. على حسب نوعيه اللبس اللي احنا بنقدمه. الملابس تسهل له حركته وتمتص نسبه كبيره من العرق او كده. شوفي، في خامات ممنوع على الرياضي يلبسها في اثناء التمرين. منها القطن. اهم خامه ممنوع يلبسها. أيوة والكتان. لانه بيشرب العرق. فاذا طالع من الجيم بيبرد. صح. مش كده يلبسه بوليستر؟ لازم يلبس خامه، مش اي خامه بوليستر كمان. لازم في خامات معينه طارده للعرق. طلع العرق بره زي لعيبه الكره، التيشيرت تبع لاعبين الكره. مظبوط. وتلاقيه ان هو التيشيرت هذا فيه اولاد بس بيقعدوا فيه من الصبح لبالليل. هذا غلط يا جماعه. النوع هذا من الخامات اصلا مش معمول عشان يلبس من الصبح لبالليل. القطن هو اللي معمول انك تلبسيه طول اليوم، لكن مش معمول للتمرين. غلط جدا اتمرن بقطن، لكن اتمرن ببوليستر لان انا هعمل مجهود كتير عالي، عرق كتير، هروح اتحمم. اطلع بقى اخلص. بتشلح الاواعي هدول، بترميهم، بتغسليهم على طول. مثلا زي السباحين، لبس مايوهات السباحه. لازم القصات مختلفه عن اللبس العادي. الخامات المستعمله ما بتحملش مي. ما بتشيلش الميه في الهدم، ما بتزودش وزنك. صح، عشان ما يتقلوش. له خطوط قصم في اماكن محدده. بحيث انه تكون برضو لافه، بحيث
بتوفر في الخامات، لانه الخامات الرياضيه غاليه، النوع هذا منها غالي طبعًا جدا طبعًا. فلازم نوفر فيها وبنفس الوقت الانسب الخياطات. يعني انا دايما بطلع على التلبيس اكتر شيء بالنسبه لي، ما بيفرق لي كتير حته الموضه، يعني انا مش هذا التارجت، لكن بحب ذوق الماجوريتي شو بيحبوا بعمل لهم اكتر، خاصه في الملابس الجاهزه يعني. طيب كلميني بقى عن الدورات التدريبيه اللي بداتي فيها. الدورات التدريبيه عباره عن ايه؟ الاعمار عامله ازاي؟ احكي لي اكتر. اول ما بداتها من حوالي 5 أو 6 سنوات كنت كان كتير ناس يقولوا لي هبه درسي. دورات تدريبيه طبعا في تصميم الازياء. في تصميم طبعًا. الازياء وتنفيذ الازياء. التنفيذ حلو جدا. ومؤخرا بقول لي بيجوني اصحاب اللي حابين يبقوا اصحاب بزنس اكتر، لانه اداره المشروع اصعب بكتير من انك انت تكوني شغاله بايدك، يعني هو مش المفروض ان تكوني انت صاحب البزنس هو اللي بيشتغل بايده معظم الوقت، هذا غلط جدا. فكيف يعمل نقل خبراته لحدا تاني تحته، هذه نقطه. كيف ياسس البزنس تبعه، كيف يعمل الباترون، لانه الباترونيست اهم واحد اللي هو اللي بيعمل الرسم الهندسي للقطع المتفصله، ده البيز، ده الاساس بالظبط. احنا عندنا عجز رهيب في الموضوع هذا، بالرغم انه عندنا مهندسين مثلا كتير في كتير قطاعات، لكن هندسه الملابس شو اللي بيلبق، شو اللي انسب، ايش الاحسن، ايش الاوفر، هذه نقاط بدها خبرات كتير. فبدرسهم كمان كيف يعملوا باترون، بدرسهم كيف ان هم يديروا العمال كمان واداره الصنايعيه تحت ايديهم، بالذات للناس اللي بتفتح اتوليه مش بتفتح مصنع. فبعطيه المفاتيح لكل الشغل بالنسبه للناس. بالنسبه للاعمار اللي بتجي عندي رينج واسع جدا من الاعمار، في كورسات مخصوصه للبنات الصغار اعمارهم من 8 إلى 15 سنة. معقوله؟ ما شاء الله شاطرين شاطرين فوق ما تتخيلي هذول يعني. وبعدين لسه في المدرسه، فقواعد القوانين الرياضيه والهندسه لسه طازه، لسه حافظينها اول باول. ايوه مع التطبيق بقى كمان في الفاشن والازياء، ده حلو قوي. بالظبط. الكبير وعيه احسن، لكن معلوماته العلميه خاصه لو كان ما درسش علوم قبل بتبقى هي شويه هي اللي معضله شويه، او هي اللي واقفه معاه. بس برضه بندرسه الجزء هذا، لازم يعني لازم ياخذ جزء هندسي في الموضوع، لانه الباترون هو رسم هندسي اكيد من الطراز الاول، يعني صح. اول واحد عرفه التاريخ، اول مهندس عرفه التاريخ هو الخياط. احنا ما في مهندسين قبلنا، مع احترامي لكل الانواع الهندسه، لانه الانسان سكن كهوف. صح. بس لما اجى يلبس كان لازم يعمل الخياط، لازم يرفع مقاسات، لازم يشتغل. صح. هبه ادريس انا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا النهارده، استمتعت جدا باللقاء معاكي، وكمان استفدنا وعرفنا حاجات كتير، شفنا الوان حلوه، شفنا ستايلات حلوه، اديتينا افكار كتير عشان نكمل رمضان واحنا في اشيك شكل لينا. بشكرك شكرا جزيلا يا هبه، كل سنه وانت سعيده. شكرا لكم وانت بالف خير، ومبسوطه كتير على الكرو الحلو، وشكرا لهم كلياتهم. شكرا يا حبيبتي، يعني مش عارفه شو اقول لكم، شكرا على اهتمامكم. ميرسي يا حبيبتي، نورتينا. كل عام وانتم بالف خير. وبكده خلاص نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، نتقابل في حلقات جايه كتير من انتي على شاشه تي سي. سلام.